ساحتا التحرير والطيران المرتكز الأساس لتظاهرات بغداد التي استمرت لأكثر من 100 يوم منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول وحتى يومنا هذا. المعتصمون مصرون على مطالبهم التي تركزت على التخلص من الفساد والمفسدين في الطبقة السياسية. لا هوادة ولا تراجع حتى يعاد انتخاب مجلس النواب وعلى إثره تشكل حكومة جديدة. صار لنا 3 شهور و24 يوم نصيح يا ناس نريد وطن، يا ناس نريد وطن، ما وصل صوتنا. الناس متجاهلتنا، الحكومة متجاهلتنا، متجاهلنا، البرلمان متجاهلنا، ما لهم، ما يعتقدون اكو ناس هناك قاعدة بساعة التحرير وبساحات الاعتصام في كل المحافظات للطالب بوطن. هي مهلتهم انتهت، المفروض هسه هم بعد ما عاد ما يشيل، احنا الشعب ما نفذنا مطالب، هم شكلوا هسه يطلعون مشلبين على شنو؟ اما الجانب الاخر والمتمثل بالتصعيد وارتفاع وتيره التظاهرات ما هو الا نتاج التسويف والمماطله في التغيير الذي ينادي به الشارع العراقي. ناشطون مدنيون اكدوا ان التصعيد مستمر وبالطرق السلميه المتاحه ما دامت الاحزاب لا تستجيب لمطالبهم. افضل مظاهرات بالعالم العراق، هن صبات ما نقدر نعبرهم، بس احنا دنبين للعالم سلميين. هاي ثوره الشعب، ناباقين وسلميين ومعتصمين. ايش ما تساوم الحكومه على صبرنا، احنا باقين بالتحرير وصامدين وسلميين. اذا اليوم احنا كمتظاهرين نريد نستفيد من هذا الفساد، من هذا الدمار، تصعيدنا السلمي مستمر. يعني بقصد بالتصعيد السلمي كل مظاهرنا اليوم اللي قمنا بها سلميه، حتى ترى قطع الطرق او تعطيل الدوام هو ضمن الدستور موجود. القلق والتوتر الذي تشهده العاصمه بغداد في اليومين الاخيرين سببه وبحسب ناشطين مدنيين ان الكتل السياسيه متشبثه بالسلطه ولا تنوي التخلي او التراجع عن مواقفها السياسيه في البلاد. تستمر التظاهرات في ساحة التحرير وطيران لأكثر من 100 يوم منذ يوم انطلاقها. التصعيدات ما زالت مستمرة والوضع متوتر في العاصمة بغداد. أما المتظاهرون فيرتبط تخفيض تصعيدهم باستجابة المسؤولين لمطالبهم. من ساحة التحرير في بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.